notre responsable formation et produits Ebtissam El Abed باش تحكي لكم على منتوجات أرفيا وتنصحكم كيفاش تستعملوهم بطريقة صحيحة تخليكم تتمتعوا بالصحة الجيدة والجمال الطبيعي مع أرفيا تحافظ على صحتك وتجدد جمالك من خيرات الطبيعة. عسلامة مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نحكيو على برودوي جديد في أرفيا ناتور اللي هو البيبي كريم اللي خلينا نتمتعوا بودو بيبي. البيبي كريم أرفيا هو صنع ملتي فونكسيون معناتها متعدد المهام عنده برشا وظائف. أول وظيفة يقوم فيها هي ترطيب البشرة غراس للألوي فيرا والبروفيتامين بي 5 اللي موجودين في البيبي كريم أرفيا. هذو مزود عوامل ترطيب يغذيو البشرة ويحميوها من التجاعيد وأمين طا سيكاتريزانت أبيزانت ويخليونا السيني دو فاتيك اللي موجودة في البشرة اللي كنت تنحى لي ريديول كيف كيف ويخليو البشرة بيور جور أبري جور. بيبي كريم أرفيا هو صوان ملتي فونكسيون يقوم برشا وظائف أولها ليدغاتاسيون انتونس فيو اللي هو غني بالألوفيرا والبروفيتامين دي 5 اللي هما يغذيو البشرة يرطبوها ويخليوها ناعمة ومن طول يحميوها من العوامل الخارجية. عندهم زادة انيفي أبيزون معناتها انيفي أنتي انفلاماتوار كي كالم ليدغاتاسيون كوتاني. عندهم زادة انيفي سيكاتريزون لفي هذا نحي توسكي سيكاتريز من البشرة توسكي جروح توسكي سيكاتريز تكني الكل الألوي فيرا والبروفيتامين بي 5 تعاون باش نحي السيكاتريز هذوما. لفي الثاني تاع البيبي كريم أرفيا هو لفي بروتكسيون سولير اللي هو غراس ا دو فيلتر مينيرال نحيو البشرة متاعنا من الشمس من لي زي في ا ومن لي زي في بي. ديجا عندنا دو فيلتر كما قلت الفيلتر هذوما هما الاس بي اف 30 اللي يحمي البشره من الزي في بي اللي هما لي غيون سولير اللي يوصلوا حدهم حد الابيديرم واللي متسبب فيهم لي كوت سولي واللي يعملوا لنا لي تاش برون اللي يجينا من الشمس. الانديس دو بروتيكسيون ثاني هو انديس دو ميزور جابونيز اللي هو البي ا بلس 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 وهذه انوفاسيون تعملت باش تحمينا من لي غيون يو في اللي هما يوصلوا حتى للطبقه الداخليه نتاع الجلد اللي هي لو ديرم واللي هما يتسببوا في الفييسمون كوتاني ويعملوا كونسير دو لابو. الوظيفه الثالثه نتاع البيبي كريم أرفيا هي توحيد لون البشره وتغطيه عيوب البشره كما باغ اكزومبل لي تاش برون الحبوب الصغيره لي سيكاتريس نتاع الحبوب وزاده لي ريفيل اللي يظهروا على الوجه والا لي سيني دو فاتيك اللي يظهروا على الوجه كما مثلا واحد يبدا تاعب تلقى وجهه اصفر ولا عنده لي سيرم. دونك البيبي كريم يغطي العيوب هذه كل يوحد لون البشره ويعطينا ان في انستونتاني إفي بوني. مع الوظائف هذه الكل اللي ذكرناها من البيبي كريم أرفيا ما ننساوش اللي هو تخي ريزيستون الو معناتها عنده ان إفي واتر بروف مقاوم للماء وأو ميم طون ما فيهش دي فيلتر شيميك. كيفاش نستعملو البيبي كريم أرفيا؟ أول حاجة البيبي كريم أرفيا إتون كريم دو جور نستعملوها في النهار صباح كي نقومو نصفو وجهنا ورقبتنا مليح بيان سور باش نستعملو نيتوايون أديكوا اللي يناسب البشرة متاعنا ومن بعد نحطوا كمية مناسبة من البيبي كريم على الوجه وعلى الرقبة ونخدموها من داخل الوجه لبرا ونحرصوا انها تكون لابسوربسيون تكون توتال دو برودوي مش الفايدة قداش نحطوا كونتيتي المهم تصير لها ابسوربسيون توتال باغ لابو باش ناخدوا لي بيان في الكل وهكا نتمتعوا بفي بوني انستونتاني. الطعم تاعنا يولي اني في ناخذ اون اوت بروتكسيون سولير غراس للاس بي اف 30 و البي ا بلس 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 اللي موجودين في البيبي كريم. كذلك قلت البيبي كريم عنده ان في واتر بروف معناتها كي واحد يغسل وجهه بالماء والا صب عليه شتاء ما يتقلقش ما تنحاش البيبي كريم اي باغ لا سويت دونك تكون عندنا كريم متكامله فيها الخصائص هذوما الكل اللي حكينا عليهم ونتمتعوا بالفوائد الجمالية الكل من بيبي كريم. مع المنتوج الجديد اللي وفرتونا أرفيا اليوم نتمتعوا بلون موحد البشرة خالي من العيوب وناتشورال في نفس الوقت رطبة ونعمة نهار بعد نهار وبحماية عالية من الشمس مع الاس بي اف 30 والبي اف بلس 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 اللي يحميوا البشرة من لي تاش برون والشيخوخة اللي تسببها أشعة الشمس وهكا الطعم تاعنا يولي اليمينو وناتشورال مع أرفيا فحالينا.